من الفاجعة اللي صارت ومشاهد مؤلمة جاتنا من لبنان، وكان ثم تضامن كبير برشا مع لبنان المحنة متاعه في كل أرجاء العالم، وهنا في تونس كان ثم تضامن كبير، كان ثم أمنيات بأنه لبنان تتعدى المحنة هذه. أكاليش معاذ باش تكون معنا ديركتومو تتسويت، باش تكون معنا باتريسيا عساف مباشرة من لبنان، وهي مساعدة تنفيذية في شركة في لبنان، تعطينا أكثر تفاصيل على الوضع والوضعية في لبنان بعد أيام من الفاجعة والانفجار اللي صار في لبنان. صباح النور. صباح النور. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا. كيف الحال في لبنان؟ شنو الأحوال عندكم بعد؟ أول حاجة نقوله صعب لطف عليكم وكشعب لبنان وكأهالي بيروت على اللي صار، بطبيعة فاجعة هي في الحقيقة، كما مست الشعب اللبناني أكيد مست الشعب التونسي وكافة الشعوب العربية وصور الكرة الأرضية كلها تعاطفت مع الشعب اللبناني. باتريسيا، أكيد بعد تقريبا 72 ساعة خلينا نقوله، كيفاش الأجواء في بيروت الآن بعد الانفجار هذا اللي صار؟ الأجواء حزينة جدا، حتى بعد 3 أيام على الانفجار وعلى المأساة اللي صارت، تلاحظ أنه بعد ما وعينا من الصدمة اللي صارت، الناس بلا بيوت، الناس فقدت كل أرزاقها، كارثة. لو كنت تعطينا، احنا اكيد المستمعين تاعنا في تونس وغيرها من المناطق العربيه والاوروبيه يعطينا فكره على مكان الانفجار، وين صار، ونعرفوا المرفأ اهميه، عنده اهميه اقتصاديه حسب ما فهمنا. لو كنت تحطنا في الاطار وتوصف لنا البلاصه هي واهميتها اقتصاديا واجتماعيا على بيروت. مثل ما بتعرف الانفجار حصل بمرفق بيروت الأساسي، هو المرفق اللي بيصير فيه كل عمليات التصدير والاستيراد من الخارج وإلى الداخل. هو نقطة مهمة جدا للبنان ولبيروت ولاقتصاد لبنان، نعتمد على هذا المرفق باعتماد أولي وأساسي. يعني كارثة، ما بقى ولا نقطة نقدر نشتغل في البور. نحن الآن بكارثة كبيرة جدا جدا جدا. أكيد المواد الأساسية تقريبا معناتها كلها تحرقت، الموجودة غادي تقريبا المخازن كله تدمر، كونتينرز، كرينز، الرفعات، كله تدمر، الأساس بلوكات، بنايات نزلت مثل ما هي، احترقت كومبليتلي، توتال ديزاستر، يعني راحت كلها، نزلت على الأرض حطام ورماد، ما في شيء. صحراء، أصبح البور عندنا في لبنان صحراء، أكيد صحراء قاحلة للأسف بعد. وحنا قاعدين نتابعوا في الصور الإجراءات غادي في الأهالي متاع لبنان، معناتها على عفوا على المستوى السياسي، هل فما إجراءات حصلت؟ خاصة اللي شفنا تقريبا حتى تبعنا في الإنترنت أنه فما مواطنين لبنانيين اللي قراب من غادي، معناتها ديارهم بالكامل حطمت، معناتها فماش إجراءات على المستوى الإنساني، خاصة أنه فما ناس بيتت العراء تقريبا في اليومين هذا. للأسف اللي فقدت بيوتها كومبليتلي وأشغالها، العالم عم بتساعد بعضها. للأسف الناس هي فقط عم بتساعد بعضها، مؤسسات خاصة وNGOs كلهم عم بيساعدوا بعضهم، عم نعمل حملات تبرعية، الشباب عم تنزل تنظف تشيلر، حتى في ناس عم يتلاقوا تحت الحطام حتى الآن بعد 3 أيام. الوضع مزري جدا جدا جدا. واضح المعروف في لبنان باتريسيا انه في تاريخ في وحدة صحيح. بين الشعب الشعب يحب نفسه، بيساعد بعضه دغري، بيركض ليساعد بعضه. وهذه معناتها المعروف على قوة شخصية اللبنانيين، قوة الصبر متاعهم وتحديهم للمشاكل سواء تصير في الداخل اللبناني أو الخارج المجاور. كان فما وصف للوضع النفسي للبنانيين اليوم بعد المحنة هذه،
نفسيا رينا حتى الصور والمشاهد والفيديوهات بأنه الموسيقى كانت موجودة، التضامن كان موجود، حب الحياة بالنسبة للبنانيين هذا كان موجود. نعم، بتاريخه اللبناني بحب يعيش، بحب عنده حب للحياة رغم كل اللي صار ومهما حيصير. نحن عنا إيمان أنه حنرجع الحياة تكفي وحيرجع لبنان عن أول وجديد وحترجع بيروت، بس هيدا بده وقت كتير. الشعب حاليا في حالة تروما، في حالة صدمة هائلة جدا جدا جدا، في عالهم عن جد أرزاقها اتدمرت كومبليتلي. البنايات سقطت، يوجد بنايات أثرية عمرها آلاف السنين سقطت بالكامل. الشوارع في بيروت لم تعد ما بتعرف الطريق، ما بتعرف الطريق من الحطام. والله انت كنت انت كنت بعيد على الانفجار في اللحظه نتاعه؟ لا انا كنت انا كنت بالمكتب، مكتبنا في بيروت في داون تاون في مقابل الفور. نحن مكتبنا دمر كومبليتلي، حياتنا كانت معرضه للخطر، ولكن اله سبحانه وتعالى عن جد خلصنا الحمد لله، ما صار لنا شيء. بس ولكن تنزل على الطريق الرعب اللي عشناه بلحظتها، لحظة الصوت والانفجار، الصوت نتاع الانفجار قالوا غير مسبوق، مدوي كبير برشا كان الصوت. هو نحن سمعنا صوتين، اول صوت طلع عرفنا انه في صوت انفجار، قمنا عن مكاتبنا لنشوف شو صاير، وطلعت الثاني اللي هو اللي دمر كل شيء. نحن لو ما لو بقينا قاعدين على مكاتبنا نحن كنا تأذينا. الإزاز كله أشط. الحمد لله على الحمد لله على سلامتكم على كل الحاك، وان شاء الله الشعب اللبناني نعرفوه شعب قوي، شعب متضامن، شعب قادر على تجاوز مثل الازمات هذه. ان شاء الله نقدر نتجاوز هذه المرحله، مرحله صعبه جدا جدا جدا. الخسائر لا تعوض بالمليارات ان شاء الله. انا بدي اشكر الرئيس التونسي وكل الشعب العربي على تضامنه، على المساعدات اللي عم توصلنا من العالم والشعب العربي عن جد. معنا حتى مزيه كما نقولوا احنا، معناتها هذا واجبنا تجاه، احنا اخوات وجيران بطبيعه احنا شعب واحد. شكرا ليك، يعطيك الصحه باتريسيا عساف من بيروت. شكرا ليك على كل التوضيحات هذه، وان شاء الله ربي يحمي لبنان واهل لبنان بطبيعه. ما احنا كبيره اكيد، خسائر المليارات يمكن هي من الشركات اللي تضرت، حسب ما فهمنا من كلامها، اللي هي معناتها واحده من الشركات اللي محاذيه للبرط هذاك، الميناء هذا نتاع بيروت، اللي معناتها راهو البناء هذا يتمر منه 70% من المبادلات التجاريه نتاع لبنان. تخيل معناتها الرقم، وتخيل الحجم لي كونتينر، وتخيل الرفعات هذوك اللي يهزوا هذوك، راهم عشرات المليارات، معناتها تعويضهم مش باش يكون سهل. وهذا قبل كل شيء زاد العنصر البشري اللي ما يتعوضش واللي توفاو. شفت انت قاتلك عبيد ما عادش عندهم حتى شيء، ارزاقهم كلها مشيت بطبيعه، وناس مشيت وناس تجرحت، وربي يحميهم. ان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان اللي في لبنان. ان شاء الله السياسيين تاع لبنان يرجعوا للواقع، وكيما السياسيين تاعنا في تونس ولا يرجعوا للواقع ويردوا بالهم، لانه مسؤولين قدام الشعب. راهو سهل برشا باش تدمر مجتمع، باش تقضي على احلام مواطنين، لكن الصعيب انك تبني على ذلك. يلزمنا الناس الكل مع بعضنا نبني وناخذ العبره من اللي صاير في العالم. راهو يلزمنا شعب نكون شعب واحد، لانه في الاخر ما يندبلك كان ظفرك، ما يبكيلك كان شفرك. راهو في الاخر حتى ولو مساعدات لبنان، حتى باش جاها مساعدات، لكن اللي مشى صعيب ياسر يتعوض، واللي تكسر ما يتصلحش. والحاجه الباهيه معناتها حتى في كلامه، وحتى نشوفوهم في القنوات العربيه او غيره، كيفاش انه فما قوه شخصيه نتاع اللبنانيين، معناتها بعد الصدمه ذي حاضره على الانفجار الكبير هذا الكل، وتحكي وتحاول توصل. حتى كي قلنا لها تدخل معنا ما كانتش مرأة
بالعافية. يعني يعطيهم صح. تعرف شعب لبنان يعرف شعب حي، شعوب المتوسطية كلها شعوب حية تحب الحياة، لكن الله غالب الأرض ترابها سخون، لبنان كما تونس إذا ترابها سخون، وربي يسر الناس الكل، وإن شاء الله نقصوا من صحة الرأس على المستوى السياسي، خلي الأمور تتحرك على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. واضح، رجعنا معكم في البريم دائما.